ملتقى مصنعي المركبات الكهربائية الذي انطلق في دبي ناقش أطر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومصنعي المركبات الكهربائية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي، إلى جانب فتح قنوات جديدة لتواصل وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في القطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة، بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة في مناحي الحياة كافة. وأطلقت الإمارات في عام 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه ليشمل عدة قطاعات، ومنها قطاع النقل الذي يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%. وعلى هامش الملتقى أطلق اليوم مشروع شواحن المركبات الكهربائية، والذي ينفذ بالشراكة بين الجانبين بهدف تجهيز البنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية، حيث سيتم تركيب شواحن كهربائية فائقة السرعة على الطرق الاتحادية وعدد من مشاريع البنية التحتية، ويمكن لهذه الوحدات شحن السيارة بالكامل في وقت قياسي، وإن جميع الأجهزة المتصلة بنظام تشغيل يعتمد على الحلول الحوسبة السحابية تمنح المشغلين القدرة على مراقبة أجهزة الشاحن وإدارتها عن بعد.